بنتي شيكة ما شاء الله. أما ليه كله بيقولوا إنك أعزب؟ يمكن عشان بلبسش دبلة. أما هي دي الموضة. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير. لا بس أنا لابس صورة ولادي يعني. لا وكل واحد يفتح الزرارين ويطلع ويمسك يشوف لابس إزاي. لا تبقى فرصة برضه تقول له وريني كده. بس يعني ده واحد حاططها على صدره يعني ده ناقص ارسم تاتو هنا يعني. لا ما مش باينه مستخبيه. لا بس انا ما بلبسش كرافتات. على العموم انت اداء العازم ما تقلقش فبنات اشتعلنا هتشيل الحجاب. اداء العازم؟ اداء العازم اللي هو بيعمل ايه اداء العازم؟ اللي هو مش مرتبط. ازاي؟ وصبوح مرات. صبوح برضه. وتحسي كده ان هو فاضي وعنده وقت للاخريات. فاضي تافه ولا فاضي عنده وقت؟ لا فاضي للاخريات. فاضي الاخريات. يعني مش متجوز اللي رايح يجيب بطيخه ويجيب حته جبنه ومصاريف المدارس ولازم يصحى الصبح عشان يودي مدارس يعني. مرتاح كده. لا بس انا بشتغل تقريبا حوالي 16 ساعه في اليوم يعني. 16 ساعه شغل. بس ما فهمش بند مسؤوليه الزواج مش باين عليك. طب احكي لنا بقى عن اول تجربه عاطفيه يعني اول مره حبيت يا خلبوس. حبيت يا مش عارف هي اول تجربه ولا اول مره تحبي؟ طب اول تجربه اللي